يبدأ السرطان عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو خارج نطاق السيطرة. يمكن أن تتحول الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبا إلى سرطان، وغالبا ما يتم العثور على سرطان الدم عند الأطفال بسبب العلامات أو الأعراض التي يعاني منها الطفل والتي تستدعي زيارة الطبيب. بعد ذلك يأمر الطبيب بإجراء اختبارات الدم التي يمكن أن تشير إلى أن سرطان الدم هو السبب في ظهور تلك الأعراض. وأفضل طريقة لاكتشاف سرطان الدم مبكرا عند الأطفال هي الانتباه إلى العلامات والأعراض المحتملة لهذا المرض. وفيما يلي مجموعة من الأعراض التي يجب أن ينتبه لها الوالدان ويمكن أن تكون مقدمة للإصابة بسرطان الدم لدى الطفل بحسب موقع هيلثلاين الإلكتروني. أولاً، الكدمات والنزيف. قد ينزف الطفل المصاب بسرطان الدم أكثر من المتوقع بعد إصابة بسيطة أو نزيف في الأنف، وقد يعاني الطفل من الكدمات بسهولة، كما يمكن أن تظهر لديه بقع حمراء صغيرة على الجلد والتي تحدث بسبب نزيف الأوعية الدموية الصغيرة. ثانياً، آلام المعدة وضعف الشهية. قد يعاني الطفل المصاب بسرطان الدم من ألم في المعدة، وذلك لأن خلايا سرطان الدم يمكن أن تتراكم في الطحال والكبد والكلى مما يؤدي إلى تضخمها. وفي بعض الحالات قد يتمكن الطبيب من الشعور بأعضاء البطن المتضخمة، وقد يعاني الطفل أيضا من ضعف الشهية أو يكون غير قادر على تناول كمية عادية من الطعام. ثالثا، مشاكل في التنفس. يمكن لخلايا سرطان الدم أن تتكتل حول الغدة الزعترية، وهي عبارة عن غدة عند قاعدة العنق، وهذا يمكن أن يسبب ضيقا في التنفس أو صعوبة في التنفس. رابعا، الالتهابات المتكررة. تعتبر خلايا الدم البيضاء ضرورية لمكافحة العدوى، ولكنها غير قادرة على أداء هذه الوظيفة بشكل صحيح عند الإصابة بسرطان الدم. وقد يعاني الطفل المصاب بسرطان الدم من نوبات متكررة أو طويلة من الالتهابات الفيروسية أو البكتيريا، وتشمل الأعراض السعال والحمى وسيلان الأنف. خامساً، التورم. تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة والذراعين والفخذ من علامات الإصابة بسرطان الدم عند الأطفال. سادساً، آلام العظام والمفاصل. ينتج الجسم الدم في نخاع العظام، ويسبب سرطان الدم تسارع في تكاثر خلايا الدم مما يؤدي إلى اكتضاض شديد في الخلايا، ويمكن أن يؤدي تراكم الخلايا إلى آلام وأوجاع في العظام والمفاصل. سابعاً، فقر الدم. تساعد خلايا الدم الحمراء على توزيع الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وهذا الاكتضاد يجعل من الصعب إنتاج ما يكفي من كرات الدم الحمراء مما يؤدي إلى فقر الدم. وتشمل الأعراض التعب والبشرة الفاتحة والتنفس السريع. ويعد فقر الدم والأنيميا الحادة من أبرز علامات الإصابة بسرطان الدم عند الأطفال. ثامناً، ألم في الرأس. في بعض حالات سرطان الدم قد يعاني الطفل من ألم شديد في الرأس، وفي حالة ظهور أي من هذه الأعراض على الطفل يجب زيارة الطبيب فوراً لإجراء الفحوصات اللازمة ومعرفة نوع المرض. في النهاية يمكن أن تكون العديد من أعراض سرطان الدم عند الأطفال ناجمة عن أسباب أخرى أيضا، وفي معظم الأحيان لا تكون هذه الأعراض ناجمة عن سرطان الدم. ومع ذلك إذا كان عند طفلك أي منها فمن المهم أن يتم فحصه من قبل الطبيب حتى يمكن تحديد سبب ومعالجته إذا لزم الأمر.